ملخص كتاب العادات الذرية. طب يعني ايه عادات ذرية؟ العادات الذرية اللي هي قد حجم الذرة. الكتاب ده بيقولك ايه بقى؟ بيقولك ان انت لو غيرت العادات الذرية اللي هي الصغيرة قوي دي هتكون ليها اثر كبير في حياتك، وهتكون فيها اثر كبير اكتر في امكانية وصولك لأهدافك. كلنا بنيجي في بداية كل سنة نحط اهداف كبيرة وطموحات واحلام ما بتتحققش. ليه؟ لان الاهداف الكبيره دي مش هتتحقق غير لو الاهداف الصغيره جدا دي اتغيرت وتحققت. العادات سلاح ذو حدين، يا اما العاده دي هتفيدك وهتصلح منك وهتخليك في تطور، يا اما العاده اللي هتغيرها دي هتكون سيئه جدا وهتكون ضدك. الكتاب ده كمان بيتكلم عن ازاي ان احنا نحول العاده السيئه دي لعاده كويسه تنفعني في المستقبل وتخليني متطور جدا وحياتي افضل. مش شرط ان احنا نلاقي النتيجة في اول يوم او اول يومين او اول شهر او اول سنة، ممكن بعد سنة او اكتر نلاقي فيه تغيير، اللي هو انا السنة اللي فاتت كنت بعمل كذا، السنة دي انا ما بقتش اعمل ده. السنة اللي فاتت انا كنت بصحى الساعة 12 الظهر، السنة دي انا بقيت بصحى الساعة 6 الصبح. فالتغيير او النتائج مش بنلاقيها من اول يوم، احنا بنشوفها على مدار السنين اللي جاية. وانك لو عايز توصل لاخر الطريق ما تبصش لاخر الطريق بدون اي تغيير، لا ركز على خطواتك اللي انت هتاخدها اللي هي هتوصلك وبس كده. لو ما قريتش كتاب العادات الذرية اقراه، هيفرق جدا في حياتك وفي مستقبلك. وقولولي ايه الكتب اللي حابين ان احنا نلخصها ونتكلم عنها.